پیغمبر علیه السلام میگن هندک خطیب میدیدن دوید وانا مقصد آگریت سوژن گفت میگه تو کینه گفت تو خود بخینت امتتنه خود بخینت امتتنه اون اوت آوسان دجرا دین خوب و مصلحت کار دنیای اتفروشن هم سیاست هکر تو دینی جه و که آدی اف حاله بیت اوم تدا چون کی مصیبت آنها اوت سیاست کن اون یه دیری دینی اون او ديري يعني اخلاق ديندار و نويجي و مسلمان و تربيته اسلامي و او باقجيا اسلام نشام رو ودت انسان كه باقش بي و نزيه بي و دست باقش بي و امين بي او او سياسات وبوي لو ما وگا سياسيت اغلب جه به دين تحكمت وادات كانوا او بوقم بوانا او محاولت كان بس بليله بوالب دن دا سياسيه بيدين تحكمت شعبي دب كان كيف اخو بجرم كيف اخو ثروته سامانه ملتي توزع كان بيجني اهافا والا وقت دين نه دين ما درشترين ايات القران دا بحسي ايش مساله جانيه ايك مساله او جي ديني ونفسينا ديني مفخرنا مفخرنا دينك دا باشا هكر خدي القران دا دينيش بيرنكت كو مساله كمعامله وجانا خلقي فيا بجد حكميش بيركات دي سياساتيش بيركات سياسات بارچه که جزء كان نهميه سياسات هكر يا بيدين بيت يعني ظلم هكر يا بيدين بيت يعني دستت عرق وخورا دا دستت مروفت دز دا دستت مروفت مافخور دا مافت خلقيت خون دستت مروفت بس غدريل خلقيت كان بس بخوب تند ويتن خلق بلا حتى يترزالات دا بيت بلا حتى يخازو كي سيا تلفزونا بكت بودا درمانا بو عيالخو بو عملياتك بو كرخو كرة واجد چه عرد والات الدنيا دوين نشتغل يبكن عمل يبكن سفر يبكن خوينن الارقى مدرسات اهلي بجي وخلقي دي خلقي دي بلا بمريد بلا بحراب خندقن بلا رزالات بينا اوه بوقي لدن بيجن بلا سياساتا بيدين بيت ها افاد فيتن يعني عندك رازيت كان كيف هو عندك كابيتر او جالك دليوانا بس اختيتو بيجي ولا سياسات في الديف ديني بيت ولا سياسات في الديف اخلاقي بيت عندك اخفناتين ولا نزا كيش كيل كل فلان عردي قلت يام قال دولة ديني نينين ابا ويا قلت فلان حياته ما خر بو دينية وجيانا ما خر امي خلقي بروا دين الديني او نزاني تنهند جرافنيت مفكرة وزنايا وقت بيشن دولة ديني يعني ام بين خلقي وكي هندك فيغا في دولات النافي الديني تشي بوينو جمهوريه الاسلامي تشي بوينو وظلمك وتعدائيك الخلقي كان اكراه الدولات الاسلامي ودولات اسلامي دفيتون دولتك يعني وصايا همي انسان تدا جين مسيحي تدا جي قال بيغمبري جي تدا جي خلقي يعني امان تدا جي برفاهيه يعني وقت بيجن ام نلقى دولتها دينيه وبحسي دولتها ديني تذكر او دولتها ديني اكراه وتعدائيه وكتكسه خلقي كتون دولتها داعش افيد فيغا في وصا ناف الديني ولد كان اسلامي البرخلكي كريت كان تشويت كان خلجت رفيد او ها فيرد بيجن دال جالفانا اف خلكي تيب يهي نترسيش ديني نترسيت كولا دولة اسلام ديفتشيتنو اسلام هم شافو روجت خوجيانا ماخر بو اسلامنا دخل زفري تبع اسلامي فيجا دفيتن اف مروفا درس خلب نياسيتن كو اوان او سياسي دفين اويت بدين او تحكمت مال وثروته سامانه خلقي داب كان بس هكا سياسي مروفه كيش خد ترس بو هكا سياسي مروفه كي باقج ونزيه امين بو او ويغا في ندي بس بخو برجوان دياخو وحزب اخو كتن دي بر خد تحال خلقي كاتش اللي هات بر خد تظروفات عالمك دي خمش خلقي خوتن دي دليب خلقي فابيتن وام ها ويغا في قيرانا ما قيرانا فيا بس انسان تشاك انسان باك انسان باقش انسان بوجدان مروفه بضمير يبچك دل بخلكي خوفا بيتن والله بچك وجدان السري وابيتن وكيتا برنامج جيد قلتي من جهه يعني فخلك وصاش ما ترسن هو بو من اني بجن او كبرات بجن ناترسن انا ترسن ترسن وتظان انه هرجار ما يعني دنك زورينه اينا ترسن افخلك خير هاش صعبتها هي هاش قول خلكي هي خنت كرن خنت نفخلكي دانينن ما تشتش تذكرتي كنار خلكي كيريا شواب وقتی خلق زانت ایک رازتا ایک پوجدانه ایک خمت واد بجیت ایک القلوا ایک القلوات جیت امن نف معانات خلقی دا و نخوشید خلقی دا بشه وروش نل قصرت بلند سرت چیا و عالمك نخوشیا دا بیت عالمك روش بروش وضعی و جانا و نخوشت اللی بیتن هکا پیچه که وجدانه هبا و افهم دا قدر پار دا ستوادا باور بکا دا پیدا چونه که کن دا بانقت حکمت تجی پاره کن دا موچا زیده کن دا گلک اوید درچوی تعین کن دا جان خلکی گلک خوشتر و باشتر لکن و خلک بلا حتا دا باوا
وبلا أوسر حكمي بان وبلا بواكر با وبلا شبلا بوا قدامان هدفه ما ورن ورن خود شيء شيء كان ورن بيدا شو نكت خداب كان ورن خدمة خلك خوب كان خلك هما هو إمكاناتش ما بترتين هو السلطة هاي هو الترصان دنا هاي هو مال هاي مو شيء هم يتشد السيتوا ورن تشتكي بو خلك هما شو هيك يابكن هم نشبح سجن ضليا خد أمد كرينا يعني منافسك بريكانيك خلك وقت دتا ما حش ما تكذ أفاد جلدك أو الخوتشيك أو درسك سزاك خلدتي دا بيدا شو نكت خداب كان بيشك رحمي في خلك يبان بله